嗯。Yo Yo ميزهلف دي بريمير اني بريباراتوار بونجور توست ويير دوينوزابو ان في فيديو نوتر فيديو انيتي دو لا ميزون دو رضا اعزائي طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد بعنوان انيتي دو لا ميزون دو رضا والنهارده ان شاء الله هندرس في انيتي دو لا ميزون دو رضا هنبدا بالفوكاب اللي هو البوكابلير الكلمات المهمة في اليونت ده هتحاولوا تحفظوا الكلمات دي وتدخلوا كل كلمة في جملة عشان تستفيدوا منها الاستفادة الكاملة أنا هبدأ بيهم زي ما انتوا شايفينهم كده هم قدامكم هقراهم هترجمهم وبعد كده هبدأ أقول كلمة ببطء وانتوا ترددوا ورايا يلا نبدأ آتي شاي أن سكر. إن سيتادال، القلعة. إن ناسيوناليتي، جنسية. آنوتال فندق. آتومبر تامبر، طابع بريد. إن انفلوب، ظرف جواب. إن فيل دو بابيي، ورقة. أن مشوار، أن بابيي ورقه ان مشوار ان منديل ورق ات بري مستعد إلّي يوجد سون بدون فوالا ها هو الوغ اذن فسيل سهل ديفيسيل صعب في بعض الفربات عندي زي فيرب كومونسي يعني معناه يبدأ ابورتي يحضر فيزيتي يزور براندر يأخذ انفيتي يدعو بوار يشرب فولوار يريد بوفوار يستطيع أفرير يقدم متر يضع دير يقول ربتي دبريموس البوبلي ردد ورايه آتي Un sucre, une citadelle, une nationalité, un hôtel, un timbre, une enveloppe, une feuille de papier, un mouchoir en papier, être prêt, il y a... Sans, voilà, alors, facile, difficile, commencer, apporter, visiter, prendre, inviter, boire, vouloir, beauvoir, offrir, mettre, dire. اتمنى انكم انتو تكونوا ايه عرفتوا تقروهم كويس وعرفتوا تنطقوهم كويس وعشان نستفيد الاستفادة الكاملة من الفوكاب ده احنا هندخله في بعض الاكسرسيز بيقول ريميسيومو ان بور فير دي أعد ترتيب هذه الجمل عشان نعمل منها جمل أعد ترتيب هذه الكلمات عشان نعمل منها جمل أول عندي مجموعة كلمات وأنا عايز أعمل منها جمل زي كلمة أمي وكلمة إنفيت ام مي وجو أعملهم إزاي أعمل منهم جملة إزاي طبعا هنبدأ بالسيجي وبعد كده الفيرب وبعد كده الكومبليمون فأقول

بعد كده مي سون ليفغ سوغ لا تابل، الميسون مي سون لا تابل يعني بيحط كتابه على الترابيزة رقم تلاتة عندي مجموعة كلمات برضو بوتر، عندي نسيم الأتي وأراها بوة أنتركاسيون يعني علامة استفهام، وعندي كال وفيه كمان فيرب إيه اللي هو فيرب آتر، طيب هنستخدمهم إزاي نعمل منهم جملة. آه طبعا انا منهم جملة استفهامية انا أولا نحط المو انتروجاسيون اللي هي كال وبعد كده بنحط استيل اللي هي الفيرب بتاع ووتر ناسيوناليتي كاليا بوتر ناسيوناليتي كالي ما هي جنسية حضرتك بكده أعزائي الطلبة وطالبات الصف الأول لإعدادي يكون الفيديو بتاعنا انتهى أتمنى أنكم أنتوا تكونوا استفدتوا منه الاستفادة الكاملة نترك فيديو سترمان على خوشان فيديو نتقابل الفيديو الجاي على خير إن شاء الله لحد ما نتقابل نقول لكم جميعا أوروفوار أبيان تو